بهاي الحلقة رح نروح على متحف الأطفال، رحلة حلوة كتير، ورح ناخد نصائح عن الأكل الصحي ونشوف كيف بصنعوا الخبز وشو هو أنواعه. المدينة اللي هي بالأساس تتكون من السوبر ماركت والمخبز والكراج والبنك ومركز الشرطة. تعالي نبلش من السوبر ماركت. هلا لين احنا بمنطقة السوبر ماركت، منطقة السوبر ماركت اللي هي كأنك انت هلا داخلة على السوبر ماركت وبدك تبلشي تتبضعي، بدك تاخذي عرباي وتصيري تحاولي تشتري الأشياء اللي انت محتاجيتها فقط. طبعا في عندك احنا حاطين اشياء مفيده، في عندك زي البقوليات، في عندك برضو النشويات. زي ايش النشويات يا لين؟ الرز، معكرونه، صح؟ طب ايش البقوليات من هدول؟ اعطيني وحده بقوليات. ايش كمان بتحبي؟ الجوز. لايش الجوز مفيد؟ يلا حطي. هلا بدك تحاولي تشتري من الخضار والفواكه. طبعا الخضار والفواكه بدنا نعلم الطفل ان الخضار والفواكه اشي اساسي بحياة الانسان، لازم يتناولها اقل ككمية معينة باليوم. البرتقال ايش فيه؟ فيتامين ايش؟ فيتامين سي للزكام، صح؟ طبعاً هاي قسم اللحوم والأجبان، برضو بيعطي أهمية للطفل إنه برضو تكون من خلال وجبته اللحوم الأجبان كفيتامين ككلس، بدنا نعطيهم إن الأجبان مفيدة إلهم. برضو اللحوم في غاية الأهمية كبروتينات للطفل. هلا هاي قسم المخبز اللي هو برضه فيه الخبز اللي برضه بحياتنا اليومية بنعتمد عليه. هلا يا لين انت بالمخبز شو بتحبي من انواع الخبز؟ القمح هو اللي بنصنع منه الخبز. هلا احنا القمح بنحصده وبنبلش نوديه وين؟ على المطحن. بعدين تفصل الحبوب عن السنابل، بعدين الصفحة الثانية تزال القشور عن حبوب القمح، ثم تطحن الحبوب ويصبح عندنا ايش؟ المادة البيضاء. ايش هي؟ شو بيحكوا لها؟ المادة البيضاء طحين، صح؟ بعدين بنحط المزيج اللي هو بيخلي الطحين عجين، اللي هو بنحط عليه ماء وملح ومادة الخميرة وبنبلش نعجنهم مع بعض. هلا لما يصير العجين بنبلش نعجن عجينة طرية ورائحة زكية، ريحتها حلوة وبتكون طرية الملمس. منبلش نشكل فيها على شكل الخبز اللي احنا بدنا اياه. هلا بس نشكله ونخلص، وين منوديه؟ على الفرن. عشان ايش؟ ينضج ويستوي ونقدر ناكله. هاي اللوحة بتجسد للطفل انه كل بلد من بلدان العالم لها نوع من انواع الخبز. مثل عندنا في الأردن الخبز العربي، في عندنا بإنجلترا خبز محمص، في برضو بألمانيا خبز الجاودار، خبز خاص فيهم، في عندنا برضو المكسيك تورتيا، وفي عندنا برضو بفرنسا كرواسون، وبالهند برضو في نوع من أنواع الخبز اسمه شباتي هندي. هلأ لين قاعدة بتوزع بتصنف الخبز لأي كل بلد أي خبز بيشتهر فيه.